ولمناقشه ابرز التطورات على الساحه الشرق اوسطيه ينضم الينا الصحفي سردار جوهري. صباح الخير سردار. صباح الخير اسماعيل لك ولجميع الساده المشاهدين. سردار نبدا فيما يخص الشان السوري والعراقي. مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي طالب الثلاثاء دول الاتحاد الاوروبي بسحب رعاياها من مخيم الهول شمال شرق سوريا، كيف تقرؤون هذه المطالبة؟ نعم، يعني هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي دول العالم باستعادة رعاياهم المواطنون الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة حول العالم. هي ليست المرة الأولى، هذا النداء ليس الأول من نوعه. ربما المختلف في الموضوع أن قاسم الأعرجي كان متواجدا هذه المرة، عندما أطلق هذه الدعوة كان متواجدا في العاصمة البلجيكية بروكسل على ما أعلم. طبعا هذا الموضوع يكتسب يعني أهمية كبيرة. العراق كان دائما من أبرز المطالبين بحل معضلة الهول، وهي معضلة كبيرة العالم جميعا معني بها. دعوات العراق بشكل عام يعني ربما أن يمكن النظر إليها على مستويين. المستوى الأول أن هذا البلد طبعا هنا مخيم الهول يضم الآلاف من المواطنين العراقيين لاجئين، وربما عناصر من داعش وعائلات داعش موجودة في مخيم الهول بشمال وشرق سوريا. المستوى الثاني طبعا العراق هو أحد أكبر الدول الذي عانى من ويلات داعش عام 2014 وحتى قبلها من أيام أبو مصعب الزرقاوي وداعش وأخواتها وإلى ما هنالك. هو إلى جنب إلى بإضافة إلى سوريا الدولتان التي عانتا كثيرا من تنظيم وأفكار تنظيم داعش الإرهابي، حيث سيطر على مساحات واسعة من العراق عام 2014 منها الموصل ومناطق واسعة أخرى. طبعا وإلى الآن حتى الآن توجد هجمات، حتى بعد أن أعلن العراق القضاء على التنظيم عام 2017 حتى الآن إسماعيل هو يعاني من هجمات متفرقة. داعش يعيش في مناطق نائية، يختبئ في مناطق نائية في العراق ويشن هجمات بين الحين والآخر، وكل يوم هناك تصريحات تصدر من السلطات العسكرية في العراق تؤكد أن هذا التنظيم لا يزال موجودا. وعلى اعتبار أن مخيم الهول هو الذي يغذي التطرف والإرهاب، فهناك تقارير دولية تتحدث عن نشر الفكر الإرهابي من قبل نساء داعش وحتى رجال داعش المختبئين في ما بات يعرف به دويلة الهول، وهو أمر طبعا يشكل خطورة بالدرجة الأولى على دول الجوار ومنها العراق وحتى العالم. فقد شهدنا في الفترات القليلة الماضية إذا سمحت لي إسماعيل، كان هناك هجمات على شكل ذئاب منفردة في دول العالم، في موسكو، في روسيا، في سلطنة عمان، ومؤخرا ضرب الإرهاب ألمانيا. نعم إسماعيل، ألمانيا. هذا يؤكد أن مخاطر هذا التنظيم لا تزال كبيرة وكبيرة جدا، وعلى العالم أن يتحرك فورا. ودعوات الأعرجي وهو يمثل العراق تندرج في هذا الإطار، والعراق هو من أكثر الدول المعني بهذا الملف خصوصا. نعم سردار، إلى موضوع آخر. صحيفة والستريت جورنال الأمريكية كانت قد كتبت بعد رد حزب الله كل الأنظار تتجه نحو إيران، برأيكم كيف سيكون شكل الرد الإيراني على الاغتيال إسرائيل هنية في إيران؟ يعني ربما الرد الإيراني لن يأتي أبدا إسماعيل، هذا ما يبدو بعد تأخره كثيرا وكثيرا جدا. يبدو أن حزب الله اللبناني قد يعني بعد أن أعلن أنه رد على مقتل فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، هو اليوم يعني أزال هذا الهم الثقيل أو الواجب الثقيل على عاتقه، ربما على الرغم من أنه لم يحدث أي نتائج، لم يسجل أي نتائج على الأرض في مهاجمته بسرب من الطائرات المسيرة لإسرائيل. هنا تبرز إيران الأعين على إيران، لكن واضح من التصريحات الإيرانية وحتى من التصريحات الأمريكية أن لا رد إيراني في الفترة الحالية، وربما
ربما باتت إيران تنتظر هدنة في غزة أو وقفا لإطلاق النار في هذا في هذه البقعة من الأرض التي تشهد تصعيدا كبيرا. ربما إيران بانتظار التوصل إلى اتفاق، وكانت هناك تصريحات لمسؤولين إيرانيين تربط الرد الإيراني بالتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، ومن المرجح أن هذا الرد لن يأتي، وربما هناك مفاوضات وتسريبات تتحدث عن إيران ربما تقايض هذا الرد بأمور أخرى، سواء متعلقة بالملف النووي أو ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران أو بتواجدها ونفوذها في المنطقة أو باستهداف القواعد الأمريكية في تلك المنطقة. هناك مقايضات، لكن المجمل الموضوع ربما يتمحور حول قضية غزة وأهمية التواصل إلى اتفاق هناك، هو الذي ربما يمنع الرد الإيراني من جانب إيران. إيران تسعى حاليا بكافة ثقلها التوصل، الضغط على الأطراف ومنها حماس للتواصل إلى اتفاق، ربما يجانبها من رد هي غير جاهز له. طيب سردار، يعني في جزئية غزة ما بين الانهيار والاستمرار، إلى أين وصلت محادثات القاهرة فيما يخص وقف إطلاق النار في غزة؟ يعني كما قلت لك إسماعيل، موضوع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بات يهم أطراف كثيرة في المنطقة، منها الجانب الإيراني ربما هو اليوم يتمنى أو يضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في غزة، وهذا ما ربما يحفظ له ماء وجهه بعدم الرد على إسرائيل، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية كان ربما مستشار الأمن القومي الأمريكي قال في تصريحاته بأن المفاوضات القاهرة لم تفشل وهي مستمرة، وهي أيضا معنية وتضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة. إسرائيل وعائلات الرهائن ومجمل الأمور ومجمل الأطراف المعنية بالأمر، سواء مصر سواء قطر وكل الدول المتدخلة، تسعى حاليا للتوصل إلى اتفاق. إسماعيل، تحدثنا في أوقات سابقة أن الظروف الحالية هي أكثر الظروف ملائمة للتوصل إلى هدنة أو تهدئة سواء مؤقتة أو دائمة في غزة. مجمل الظروف هي مهيئة أكبر حاليا في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، لكن الأطراف أيضا الطرفي الصراع سواء حماس أو إسرائيل تريدان التوصل إلى اتفاق للتهدئة، لكن هما حاليا في سباق مع الزمن لتحقيق إنجازات سواء من جانب حماس أو من جانب إسرائيل، وأيضا محاولات متكررة من الجانبين بأن تكون صيغة الاتفاق تراعي شروطها، يعني هذا الاتفاق يكون بشروط خاصة من الجانب الإسرائيلي، يحاول أن يتوصل وصل إلى اتفاق بشروط هو يحددها. الصحفي سردار جوهري، جزيل الشكر على هذه المداخلة.